بتوجيهات من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، القوات الأمريكية تستهدف منشأة تعد الأكبر للحرس الثوري الإيراني بدير الزور. لنتابع التقرير. هو الاستهداف الثالث في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، قصفت من خلاله القوات الأمريكية مواقع للفصائل التابعة لإيران شرقي سوريا. وبتوجيهات من الرئيس بايدن، وفق ما أعلن متحدث عسكري أمريكي، نفذ الجيش الأمريكي ضربات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، استهدف من خلالها منشآت بنى تحتية تستخدمها فصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني. المتحدث العسكري الكولونيل جو بوتشينو أوضح أن أمس تم استهداف 9 مخابئ ضمن مجمع يستخدم لتخزين الذخيرة ولأغراض لوجستية، مبينا أن هذه الاستهدافات تأتي في إطار الدفاع وحماية القوات الأمريكية من هجمات مماثلة لتلك التي تعرضت لها قاعدة التنف العسكرية بجنوب سوريا منتصف الشهر الجاري. من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات أمريكية استهدفت ب3 ضربات جوية بصواريخ شديدة الانفجار مستودعة عياش ومعسكر الصاعقة الذي يتخذه فصيل فاطميون الأفغاني مركزا له وسط معلومات عن مقتل 6 من الحراس من جنسيات سورية وغير سورية وجرح آخرين. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي رابط بينها وبين المجموعات التي استهدفتها الولايات المتحدة في شرق سوريا. وتأتي هذه الضربات الأمريكية بعد تعرض قاعدة التنف التابعة للقوات الأمريكية لهجومين بطائرات مسيرة خلال أسبوع واحد دون أن تسفر عن إصابات. وحول هذا الموضوع من نيوجيرسي أرحب بالبروفيسور في القانون الدولي الدكتور جابرييل سوما. أهلا بك دكتور جابرييل في برنامج حديث اليوم. إذن للمرة الثالثة القوات الأمريكية تستهدف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني أو للفصائل الإيرانية بدير الزور، ولكن هذه المرة كانت مفاجئة. دلالات التوقيت وما هي النقاط التي تميز هذه الضربات؟ والأولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. تعلمين جيدا بأننا في الوقت الحاضر في مفاوضات مع إيران عن طريق الأوروبيين، وقد قدمت إيران مقترحات للولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تجيب على هذه المقترحات هذا اليوم. لا أستبعد بأن يكون هناك نوع من العلاقة بين ما حدث في سوريا وما يحدث هنا في واشنطن في الوقت الحاضر. هل تعتقد بأن هذه الضربة دكتور جابرييل أو هذه الضربات قد حققت أهدافها؟ والضربات حققت جزء من الأهداف. يعني 8 طائرات أمريكية، 4 من طراز F-16 و4 من طراز F-15 ضربوا هذه القاعدة أو هذا المعسكر، معسكر عياش، الذي كما ذكرت حضرتك موجود فيه قوات تابعة من أفغانستان من الفاطميين التابعين للحرس الثوري الإيراني. وجود هؤلاء أو هذا المعسكر يشكل تهديدا لأمن قواتنا في سوريا. إذن يعني كما تفضلت في بداية حديثك دكتور جابرييل بأنه هذه الضربات قد تكون لها علاقة بالملف النووي الإيراني، وهو جاء كرد معين يعني قبيل الرد على الشروط أو على المقترح الأوروبي. هل هي أيضا جاءت لطمأنة إسرائيل أو لإرضاء إسرائيل برأيك؟ طبعا إسرائيل تعارض العودة إلى التفاهم النووي، كذلك عدد من الدول العربية وبصورة خاصة دول الخليج. أضف إلى ذلك بأن هناك معارضة شديدة في الكونغرس الأمريكي، إن كان من قبل الحزب الجمهوري أو من قبل الديمقراطيين. الكونغرس يريد من الرئيس بايدن عرض هذه المقترحات أو هذه المفاوضات على الكونغرس للموافقة عليها، ويبدو بأن إدارة بايدن ترفض ذلك. إذن هناك عدة أمور تتجاذب في هذا الموقف. طيب،
هل نتوقع أن يكون هناك تصعيد؟ يعني المتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الكولونيل جو بوتشينو قال بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد لكن ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية شعبها، رغم بأنه قالت الولايات المتحدة أنها لن تساعد، ولكن هل نتوقع بعد هذه الضربة التي تعتبر مفاجئة لأكبر مستودعات الحرس الثوري الإيراني في سوريا والتي يقال بأنها تورد الأسلحة لكل النقاط التي تتمركز فيها الفصائل التابعة لإيران بسوريا، هل نتوقع أن يكون هناك تصعيد؟ علينا أن نتذكر بأن إسرائيل في السنوات الأخيرة قامت بضربات عديدة ضد قواعد تستعملها قوات من الحرس الثوري أو موالية للحرس الثوري الإيراني. فإذا الرد الأمريكي يعني كان كما ذكر التقرير ثالث مرة يقرر الرئيس بايدن ضرب قواعد تابعة للقوات الإيرانية أو للحرس الثوري الإيراني. أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تدافع عن قواتها المتواجدة في سوريا إذا اقتضى الأمر، عندما تجد بأن هناك تهديدا لهذه القوات فإنها ستقوم بأعمال انتقامية ضد هذه القواعد. طيب من جانب آخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال بأنه ليس لطهران أي صلة بالمواقع التي قامت القوات الأمريكية باستهدافها، كيف نفسر هذا يعني التصريح الإيراني بأنه هذه المواقع لا تخصها؟ في وقت قبل هذا التصريح كنا نتساءل كيف سيكون الرد الإيراني. وهذا ما تقوله إيران في كل حالة تقوم الولايات المتحدة أو إسرائيل بضرب مواقع تعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، ولكن الأسلحة التي تستعملها هذه العناصر هذه الميليشيات هي أسلحة إيرانية، الصواريخ التي تطلق على القواعد الأمريكية في سوريا وفي العراق هي صواريخ عراقية، الطائرات المسيرة هي صواريخ إيرانية، الطائرات المسيرة هي طائرات إيرانية. فإذا هناك enough evidence يعني لدينا معلومات كافية عن أن هذه المواقع هي مواقع إيرانية بالفعل. طيب لطالما يعني بحسب مراقبين شكلت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن تحدي كبير بالنسبة لإيران في منطقة دير الزور أو في المنطقة الشرقية من سوريا، هذه الضربات التي تستهدف بشكل دقيق مراكزها، مراكز يتواجد يقال أنه فيها أسلحة توردها لكل نقاطها في سوريا، إلى أي درجة تزيد من التحدي بالنسبة لإيران من الممكن أن يعني يغير شكل المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سوريا؟ هذا يعتمد على ماذا سوف يحصل في ما يتعلق بالتفاهم النووي أو الاتفاق النووي الذي جرى الذي تم الاتفاق عليه سنة 2015. إذا ما تم التفاهم مع إيران حول صيغة معينة للعودة إلى هذا التفاهم النووي فإن ذلك سوف يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التي سوف تحكم بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. أعتقد أنه إذا تم هناك تفاهم مع إيران فهذا سوف يحدد أو يخفف من حدة التوتر العسكري المتواجد في الوقت الحاضر، ولكن علينا أن ننتظر أنه طالما أن لا يوجد اتفاق في الوقت الحاضر هذه العمليات سوف تستمر إن كان من ناحية إيران أو من ناحية إسرائيل أو من ناحية الولايات المتحدة. وهنا نتساءل عن مصير النفوذ الإيراني، إلى أي درجة هو مرتبط بتواجد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في المناطق يعني القريبة من النفوذ الإيراني في سوريا؟ إيران تريد أن تزيد نفوذها في الشرق الأوسط، في الوقت الحاضر لها نفوذ كبير يعني لا يمكن تخفيفه في لبنان
وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن أيضا. هذه استراتيجية إيرانية كما عبر عنها الإمام الخميني سنة 1979، بأن الدول العربية هي صنيعة أوروبا، وأن الجيوش العربية هي لخدمة هذه الأنظمة. ولذلك قال الخميني آنذاك بأن على إيران وعلى الحرس الثوري الإيراني أن يساهم في إيجاد جيوش موازية للجيوش الوطنية، وهذا ما فعلته إيران في لبنان، بحيث أوجدت حزب الله الذي هو في الوقت الحاضر أقوى من الجيش اللبناني. كذلك في سوريا ساعدت نظام الحكم حكم الأسد وهو نظام علوي، كذلك ساعدت الشيعة أو قسم كبير من الشيعة في العراق، وكذلك في اليمن ساعدت الحوثيين الذين يعتبرون موالين للشيعة. فإذا إيران عندما تجد بأن هناك عدد كبير من الشيعة في بلد عربي، فإنها لن يعني سوف تعمل جهدها على التدخل في ذلك البلد. طيب إيران دائما يعني يا أما تحتفظ بحق الرد، يا أما تقول بأنه هذه المواقع ليست لنا، لأنه ستكون مجبورة وقتها بأن ترد. في حال صعدت إيران، ما السيناريوهات المتوقعة في حال وسعت من تصعيدها بالشرق من سوريا بشرق الفرات؟ أوكي، إيران ليس لديها يعني جيش إيراني نظامي يحارب في العراق أو في سوريا أو في لبنان، ولكن لديها عملاء هم الذين يقومون بالأعمال التخريبية وبإرسال الصواريخ، مثلا في العراق قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران تقوم بهذه الأعمال. في سوريا هناك كما ذكر التقرير قوات الفاطميين الذين هم من أفغانستان، شيعة من أفغانستان هم الذين يقومون بهذه الأعمال. هناك عناصر من حزب الله في سوريا تقوم بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة. إذن بإمكان إيران أن تسبب خطرا للقوات الأمريكية، تهدد أمن هذه القوات من خلال مساعدتها لهذه للعملاء الذين يقومون في هذه الأعمال بدلا من القوات النظامية الإيرانية. نعم، سأكتفي بهذا القدر، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من نيو جيرسي البروفيسور في القانون الدولي الدكتور جابرييل سوما، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.